السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام. اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى أهم درس في الدورة، ألا وهو الطريقة الصحيحة لرفع كتابنا على أمازون كيديبي. فقبل البداية المرجو من الإخوان الذين لم يشتركوا في القناة الدخول إلى القناة ثم الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك الفيديو أول بأول. الآن إن شاء الله سوف نذهب إلى أمازون، فأنا قمت باختيار النيتش الذي سوف نشتغل عليه وهو عبارة عن نوتبوك، ثم قمت بإنشاء المحتوى الخاص بهذا الكتاب. قمت بإنشائه على بويربوينت، لمن يريد الطريقة فقد قمت بشرح هذا في درس سابق في القناة، وكذلك طريقة إنشاء الكوفر، لكن سوف نعيد الطريقة. فالآن بعد تمكننا من إنشاء المحتوى يجب أن نقوم بإنشاء الكوفر، وكما تعلمون فأنا أقوم بإنشاء الكوفر في كانفا. نقوم هنا باختيار الديزاين ثم نقوم بإدخال القياسات المناسبة لنا. فأنا هنا أختار دائما الأشياء التي يقوم الأشخاص الكتابة أو الرسم فيها، دائما اختار قياس كبير حتى يكون الشخص الذي يستعمل الكتاب في كامل راحته. فإن لم تستطع أن تعرف القياس ما عليك إلا أخذ القياس من المنافسين، فمثلا هذا يظهر لنا بأنه يختار لكتابه 8.5 11 إنش. فإن أردنا أن نختار هذا القياس في كانفا فأنا أستعمل دائما السنتيمتر، لأن البيكسل به مشاكل دائما تقع عند رفعي للكوفر، لذلك أنا أختار السنتيمتر. والطريقة سهلة جدا، فمثلا أنا سأختار عدد الصفحات 120 ثم القياس 8.5 في 11. لأبسط الأمور أذهب إلى هذا الموقع، سوف أضع لكم جميع المواقع في الوصف، ثم أختار هذا الاختيار ثم أنزل هنا وأختار في هذه الخانة 8.5 ثم 11 ثم 120 صفحة، وأختار وايت يعني أبيض. لا تختار هذه الخانة ولا هذه لأن القياس تتغير. ثم أشتغل بالإنش، فهذا الإنش أحوله إلى السنتيمتر. هذا الموقع كذلك يحول لنا الإنش إلى السنتيمتر. بكل سهولة نقوم بنسخ هذه القياسات ونضعها في كانفا. نعود إلى القياس الآخر، نضعه كذلك في هذا الموقع، ننسخ القياس ثم نضعه هنا، وبهذا قمت بإنشاء القياسات الخاصة بكتابنا. فعندما نتحدث عن كانفا فأنا أقوم باختيار الطول الكامل للكتاب، يعني الصفحة ومؤخرة الكتاب وظاهر الكتاب، لذلك يأتي على هذا الشكل. ثم الطول لا يتغير لأن طول الكتاب ثابت. ثم أذهب إلى هذا الموقع، فكما قلت سابقا سأضع لكم جميع هذه المواقع التي استعملت في هذا الدرس في الوصف. ثم أختار هنا 8.5 في 11 120 صفحة أبيض، ثم أقوم بتحميل هذا التمبليت، أقوم بنسخه ثم أضعه هنا. نقوم باستخراج هذا الملف فهو على هذا الشكل. دائما أقوم بالتغيير عليه لأن القياس الخاص به كبير جدا. أستعمل هذا الموقع يشبه الفوتوشوب لكنه سهل الاستعمال،
قوموا بإزالة هذه الكتابات. انتبه هنا أخي لهذا المربع الأصفر، هذا يجب عليك ألا تضع أي ديزاين فوق أو رسومات، لأن هذا هو الكود الخاص بكتابك. لذلك نقوم هنا بنسخه. الآن الكتاب أصبح 148 كيلو، يعني لا يصل إلى 1 ميجا، يعني فهو سهل الاستعمال. أدخل إلى الديزاين الخاص بي، ثم أرسل هذا التومبليت إلى الديزاين الخاص بنا، فها هو. أقوم بتحديده حتى يأخذ المربع بالكامل أو المستطيل بالكامل، ثم الآن سوف نبدأ الاشتغال. سوف أضع ككوفر لكتابي هذا، قد قمت بتحميله سابقا واشتغلت عليه في نيتشات سابقة، ثم أقوم ب opacity، يعني transparency أجعلها قليلة. الآن أقوم بخفض ترانسبارونس حتى يظهر لي الغلاف ولا أخرج على الإطار، ثم أقوم بالذهاب إلى تيليشارجي وأختار الديزاين الذي قمت بإنشائه مسبقا. فهذا الديزاين دائما يكون حسب رغبة كل شخص، وهنا يكمن الفرق بين كل بائع وآخر، أن الأذواق تختلف، وفي اختلاف الأذواق إما هناك مبيعات كثيرة أو هناك مبيعات قليلة. فهذا هو الكوفر الذي سوف أختار لنهاية هذا، فهذا هو التصميم النهائي الذي سوف أقوم بنشره. دائما أخي الكريم انتبه، فهذا العنوان يجب أن يكون هو العنوان الرئيسي لكتابك. إن كان ناقصا حرف أو رقم
أو أي شيء فلن يقبل منك، وسوف يقومون بإخبارك بإعادة رفع الكتاب بعنوان مطابق للعنوان المرسوم أو المكتوب على غلاف كتابك. الآن هنا نقوم بتحميل هذا الغلاف. أتي إلى هذه الخانة ثم أختار PDF، لأنكم تعلمون بأن دائما الكتب والمحتوى الخاص بها في أمازون KDP تحمل على صيغة PDF. فها هو الغلاف. قم بوضعه هنا، أدخل لأشاهده كيف يظهر. فهذا هو الشكل النهائي للديزاين الخاص بنا. ثم الآن أذهب إلى أمازون KDP. أعتذر على الإنترنت، يعني ضعيف جدا. فأول شيء عند الدخول إلى الحساب الخاص بنا بأمازون KDP أختار هذا الاختيار. فهذا الاختيار الأول خاص بالكتب الإلكترونية، أنا أختار هذا الاختيار. فهذه هي الواجهة التي تظهر لي، هذا هو العنوان الذي قمنا بإنشائه أولا. فالعنوان الأول هذا يجب أن يكون في الغلاف الخاص بك، والآن العنوان الثاني فها هو ده. هنا هذه الخانة لا تهمنا، لأن هذه الخانة يعني تعني إن كنت ترفع مجموعة من الكتب متسلسلة، يعني السلسلة رقم 1 2 3، فهنا نحن لا نقوم باختيار سيريز، لن نقوم باختيار هذه السلسلة. ثم هنا كذلك إديسيون نمبر لا نقوم بالتعديل عليها، وهنا الأوتور فهنا إخواني أقوم بإدخال الاسم الخاص بنا. فأنا نصيحتي لكم إخواني، أي نيتش اشتغلتم عليه ضعوا له اسم خاص به. فمثلا نوتبوك، سوف أختار هذا الاسم نوت. هذا هو الوصف الخاص بكتابنا، قمت بالتعديل عليه من قبل. نصيحتي لك أخي الكريم، دائما اذهب إلى المنافسين وخذ من كل منافس كلمة أو جملة وقم بتجميعها في عنوان يكون خاص بك أنت. فمثلا هذا هو العنوان الخاص بي، أقوم بنسخه. لكن انتبه معي أخي الكريم، فلا يمكنني وضع هذا الوصف هكذا مباشرة في الديسكريبسيون، يجب علي تحميله HTML. لذلك لا تقلق، سوف نذهب إلى هذا الموقع. فهذا الموقع يقوم بتحويل الصيغ العادية للكتابات إلى صيغ HTML. هنا نقوم بالضغط على هذا الزر، وها هو الوصف الخاص بنا، نقوم بنسخه. ثم نذهب إلى حسابنا، نضع الوصف هكذا. ثم هذه الخانة تعني بأن لديك حقوق الملك الخاصة بكتابك، فنحن نقوم بإنشاء كتاب خاص بنا، يعني لا نأتي به من أي موقع آخر، لذلك أختار هذا الأول. ثم نأتي إلى الكيورد، لقد قمت بوضع فيديو خاص بالكيورد في فيديو سابق،
يمكنك الالتحاق بالقناة ومشاهدة هذا الفيديو الآن حتى لا أطيل الفيديو كما قلت سابقا، فلقد قمت بإنشاء جميع الكيوردات التي سأستعملها. ها هي الآن أقوم بنسخها هنا. أما بالنسبة للكاتيجوري الخاص بكتابنا فسوف أضع لكم هذا الموقع، فأنت تضع العنوان الخاص بك وهو يعطيك جميع الكاتيجوري التي يمكن أن تختارها لكتابك. فمثلا سأختار أنا هذا العنوان الأول الخاص بي ثم أضعه هنا، أقوم بالبحث. فشاهد أخي الكريم، هذه مجموعة من الكاتيجوري التي يمكنك أن تقوم بوضع. فمثلا نذهب إلى نون فيكسيون ديزاين بوك، ها هي نون فيكسيون ديزاين بوك، ثم أضعها. ثم الآن نأتي إلى هذه الخانة، هنا تعني هل كتابك أو غلاف كتابك يحتوي على كلمات يعني خادشة للأطفال أو قد تسبب مشكل للأطفال يعني. فنحن لا نعتمد على الكلمات الخادشة للحياة أو الكلمات التي قد تؤثر أو تعطي انطباعا سيئا للأطفال، لذلك أختار هنا No ثم Save and Continue. هنا قمنا بحفظ المعلومات بنجاح. ثم نمر إلى الخانة الثانية، هنا يقول لي هل لديك الـ ISBN الخاص بك أم أنك ستقوم بأخذ الـ ISBN المجاني الذي تعطيه لك أمازون KDP. فنحن نختار الفري، قم بالضغط على هذا الزر، ها هو الـ ISBN الخاص بنا. ثم نأتي إلى هنا، بالنسبة للتاريخ لا نقوم بوضع أي شيء لأن إن كنت سترفع الكتاب أول مرة. فالخانة الأولى تعني بأن الصفحات الداخلية لكتابك باللون يعني الأصفر الباهت كريم، أو هنا أبيض وأسود، أو هنا كولور، وهنا نختار دائما في الكولورين بوك مثلا، فنحن نختار هذا الاختيار أبيض وأسود. ثم هنا نختار السايز الخاص بنا، قمنا بتحديده مسبقا هو 8.5 في 11 إنش. ثم هنا نوبليد، فكما شاهدتم فقد أنشأنا هذا المحتوى ودائما وجعلت يعني الجانبين والأسفل وفوق الكتاب بهامش حتى لا أقع في أي مشكل. أما إن أنت اخترت بليد فسوف يختار الصفحة كاملة وليس هناك أي مشكل. أنا أختار نو بليد، وهنا الكوفر هل هو يعني بلون بريون أو لون عادي، أنا أختار مات يعني لون عادي. وهنا نقوم بتحميل المحتوى الخاص بكتابنا، فأنا قمت بإنشاء المحتوى الخاص بي هنا في PowerPoint، لذلك يجب علي أن أحول إلى صيغة PDF. هذا هو الموقع الذي يحول لنا أي صيغة إلى PDF. أختار هنا هذا الاختيار،
وهكذا نقوم بتحميله. والآن نشاهد الشكل النهائي له على شكل PDF، يعني هذا هو الشكل. جميل. الآن نعود إلى الموقع، نعود إلى الصفحة الخاصة بنا، ثم ها هو المحتوى الخاص بنا، أقوم بتحميله. ثم بعدها لا تضغط مباشرة على هذا الزر، لابد أن تضغط على هذا الزر حتى تقوم بتحميل الكوفر الخاص بك أو غلاف الكتاب. ها هو ده. فهذه العملية هي التي تستغرق بعض الوقت. الآن ها نحن ده قمنا بتحميل كتابنا غلاف ومحتوى، ثم نقوم بالضغط على هذا الاختيار لنشاهد كيف سيبدو الكتاب للقراء أو للمشترين. والآن شاهدوا كيف سوف يظهر الكتاب الخاص بنا. سوف يظهر بهذا الشكل، ثم المحتوى الداخلي كذلك بهذا الشكل. وبهذا قد قمنا بإنهاء العملية. نقوم بالضغط على موافق. فهذا الثمن هو ثمن طباعة هذا الكتاب. ثم Save and Continue. هنا إخواني أختار هذا الاختيار لأنني أريد أن أوزع في العالم بأكمله، ثم هنا أختار الثمن الذي يبدو لي مناسب، فسأختار مثلا 5.99. فهنا يظهر لي بأن الكتاب عند بيعه سوف أحصل على $1.30، وعند اختياري لهذا الاختيار أعني بأنني أوافق على بيع هذا الكتاب بالجملة، لكن المشكلة هو أن الأرباح تتضاءل جدا إلى هذا المستوى، لذلك أنا لا أريد هذا الاختيار، فسوف أضع الاختيار الأول فقط. ثم هنا لدينا مجموعة من المواقع أمازون خاص بأوكرانيا، بفرنسا، بإسبانيا، فما عليك إلا التعديل على الثمن الذي يبدو لك بأنه غير مناسب. قم بالتعديل عليه من هنا حتى يتغير الربح الصافي الخاص بك. وبهذا قد قمنا بجميع العمليات وأتممنا طريقة الرفع. نقوم الآن ببوبليش، هذه هي آخر خطوة لرفع كتابنا. فبعد 24 ساعة إلى 3 أيام سوف يخبرنا بأن الكتاب إما قد وافقوا عليه وهو الآن لايف، يعني مباشر في منصة أمازون، أو أن هناك مشكل
ما إما في العنوان أو في الكلمات التي وضعت، يقومون بإخبارك بأن الكتاب فيه هذا المشكل، اذهب وأصلحه. عند إصلاحه تقوم بإعادة القراءة وإعادة تحميله. كان هذا هو الفيديو الخاص بدرس اليوم، سامحوني على الإطالة. وكالعادة لا تنسوا إخواني دعمنا بالاشتراك والضغط على زر جيم والجرس حتى يصلك الفيديوهات أول بأول، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء، ودمتم في رعاية الله.